Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve nusalli ve nusallimu ala khatemil enbiya vel mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her tişti veku fayde metedabit, fayde avakirina hayati ve jini tedabit. Evi dinihe, evi İslamahe, evi Kur'anahe, beri meyi dayi ve emri meyi pekiri, em iltizami pepkeyn. Da jineka, yani bakhtavar ve yakhoş, dasma kevi. Ve her tişte verani teda bitu, kavil kirin teda bitu, kharabi teda bitu, sotun teda bitu, veman teda bitu. Ev İslamet ki em... یه هشیارت کرین وی گود که ما اوینکن یعنی اوینکن نمعنا پی اوادهین شین ضرار گهین خود تعالی نه هر تشتی خراب اوی خود تعالی گود که هنگو نکن و هندکن الوی دمی دهین ظلمی الخوکن و دهین بنا قربانی و دهین بنا یعنی ضحیه کسی دینه و ما ظلمون ولیکن کانو انفسهم یظلمون بجليرة رب العالمين أمنه لنا بجوانا ما يعني ك يعني أسرة بشرية كأمد شوا سردرية ديال الحياة كينو وأمد يعني رسالة ما تشوا أركي ما تشوا واجب ما تشى أم أدا كينو بشتينجي أم طبيعي فيقي وثمارة و يعني ورجرين ام امتك ان خدي تعالى عنواني دايا ما كود بيشني خير أمة خير أمة باشترترين امتا اكر بهنا خلق به تصنيف كرن امتك اتشمكي مهمة ورسالة ويا معروفة خدي تعالى دي بيجي تفي امتي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اكوا حياتا خبتو و دين خبتو و يعني باش يا خود فيتو و وطن خود فيتو و سمعتا خود فيت تجارة هاري كار نبن و نبن بشت بو خرابيه بو جنه بو ظلمه بو فساده بو مفسده بو جندلتيا بو حرام خورا بو قاتلة بو خين راجع حتى ديمايكي نبنا أدواتو نبنا هاريكارو نبنا بشتبانو نبنا دهولقتو نبنا صفكو نبنا يعني قوتك بوش بخرابي رب العالمين بيجيت بلا عنواني هنقو أبابيت وتعاونوا على البر والتقوى دائما هن عاملة أفاكر نبن دائما هن هاريكار بمغلي خواه صحة خواه جاه خواه كواتشه السر يعني باشي وسر اواكرني ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هاري كار نبن وبشتبان نبن و يعني قوة نبن بو جنهي وبو خرابيه وبو وانريك التانية ابا عنوانا يعني خدي تعالى يعني ايدايا سرما كأم امتك بين تعاوني لسر جنهي وخرابيه طبعا نكي ما هي خراب كر ما هي ظالم وما هي مظلوم يعني هي ظلم لتتكرن وما تين بجني أعوان الظلمة هي تأكد بنا أزمان بنا دست بنا بي بنا دار بنا قبالة ظالمة أجل أعوان أم دي تركيز كينا للسر اوی قسمی ها کود بجنه هاری کارید ظالمه که مصیر وان چه و نهایت وان چه و گنه وان چنده و خرابی وان چنده و یعنی مسئولیت وان چنده اب انسان او لاین او جماهیر او خلک و کود بیتا اعوان و هاری کاری اوان زور داره، وان ظالمه، وان حرام خوره، وان متکبره، وان یعنی گناه کاره، وان سردارچویه، وان سرخلولیه، وان به آگهیه. اگر او ظالمه ها، طبعا او شخصی ها، اگر اعوان نبن، اگر طبعا هاری کار نبن، اگر دستو به و ازمان نبن،
دشبتي وين سيارة اللي هيت أو وقت تايرت وين البنت كي بنرات كي سيارة قال كوت تايرت وين اللي فكرن دي كيفي تسرويلي بريبانان شيت ظالم جي قاور جي معتدي جي قندل جيزي أف إنسان تاني بيوان ودستيوان وأزمانيوان مروفن جماهير خلق عالم أون عمره وان درشت کن، اون وان قوت دیخن، اون وان پیست دیخن، اون وی بلای عمری طبعا درشت کن. به جا اعوان، خطر اعوان ابت وکو هاری ظالمت کد، کلمه که عامه یا شامله، کلمه که طبعا بیشنه کلمه جامعه، هر مروبک، هر لاینک، هر شخصک، هر کسک، تعاون دگل حاکم ظالم، سلطة ظالم، مروف ظالم بکت مصير و نهايت و گنه و وکی یاوی ظالمیه وی خرابکریه وی مفسدیه وی وکو یعنی افساد کرد ارضی دا چنکی ظالم نشید ظلم بکتا که ازمان نبید ازمان چه یعنی جماهیر ظالم نشد کتکیب که تو تعدایب که تو مال عالم بخو تو خلکی سجن که تو ارهاب عالم که تو عالم بترسینی تو عالم برسی که تو عالم تنگزار کت اکا دست نبن اکا پی نبن اکا چاف نبن اگر اعضاء نبن فاعضاء ظالمی اوی تو کت بجنی اعوان و ظلمه اوی وکو پی عمروان درشت بی تو پی عالم سجند کن و پی عالم ترفینن و پی عالم تشینن اوانا جماهیر خلک عالم اوی تو کو طبیعی بخوکری طریق کسب او کسب رزق خو پیدات کد بوی هاری کاریا دیگل بی خوین میجی و دیگل بی ظالمه ها و دیگل وی نحقی ها و دیگل وی بی آگی غافلی ها اوی مصدر رزقی وی بیه او که تعاون دیگل بکد کلمت اعوان و ظلمه طبیعی کلمه که دیگهیتی جماهیر وقتی داستاد بود قدید وقتی استقبال اوید کرد وقتی اجتماعاتتون حاضر بید وقتی پاتوان تلگیرید و علموان تلگیرید وقتی اعلام بود کرد، وقتی دعایت بود کرد، وقتی معزومات کرد طبعا داد او همو شامل اکو ابد بین اعوان و ظلمه اوان جی طبعا نفس و مصیری و هر او گنه و هر او نهایت و هاو چا یعنی چار نوس وان ظالمه ده هیت بسره وان هاری کاراجی او ملا، او خطیب، او مفتیه وکو خود با خواه، آن علم خواه، آن زانین خواه، آن زانست خواه بیخی تطویع کد با خزمت اوی ظالمی طبعا و چیوی جان کد یعنی تبریر موقفی بیب کد یعنی بیتا مکیاج بو و رابید وی وان نصوص دینی استخدام کد بودانا شرعیت بو وی گاوری، بو وی ظالمی، بو وی حرام خوری، بو وی تعداکری، بو وی خودین نیاسی باشه تو که امام، که وارث پیغمبره طبعا تو چاو قبول که تو ربی اوی دینی اوی وکو وی ظالمی امام وی دینی نیه، بواری وی دینی نیه رزا وی دینی ناگرید، رزا وی پیغمبری ناگرید، رزا دیانت مجتمعی ناگرید انسانك من عشاق الخمر وهوات الرذيلة انسانك برتي الخورة دزيكرة ظالمة نحقك كتشت صفتك بيس باشا تو ملا امام تو چاوا وان نصوص القرآن عن ابي رسالة هنده يا عظيم ابا وكو هاتي اف رسالات انبياء همي هاتي لاجتثاث جذور الظلمة چاوا تو في ديني عن في اسلام عن في حديث عن في نصي تو چمینی تخیت خزمتا طبعا اوی ظالمی ها اوی گاوری ها اوی ننویجید که تو ندگلتا روژا اینی تو بینی ملی ملی تباو او انسانی وکو خوناده تا پاش خان حرامی اوی وکو تعدایت کد اوی وکو طبیعی نشرا رزیل و فسادت کن مجتمعی ملهابت کن اوی وکو طبعا ملها و مراقص بخو کرین مصدر رزقی دنشولی لش فروشا دانانی پی او دا پارا پیکم کن باشه اف مروفه تنه اف نوعه ها اف سلطه ها اف خلکه ها باشه تو که امام که وارث پیغمبره چوری
ديتو شي مثلا في انساني ها يعني موقفي وتبرير كي يعني وجهي وجان كي يعني يعني تأييداوي كي يعني في ديني دي خيات خزمتاوي دا يعني في منبري طبعا دي خيات خزمتاوي دا. إذن هر إمامك وهر خطيبك وهر عالمك وهر مفتيك وكو بوان فتوى بدت آن مجالس توان رنتخار آن تأييداوان بكت آن پشتبان يوان بكت يان تطويع نصوص القرآن تكاد بو خزمتا وان ظالما وان خدينا نياسا وان مفسدا بيجيت او انسان او ملا هما بخو ظالما اش صنفي وي اوي وكو او فيكاري طبعا بودكات او جنود او عسكر او اعلامي او طبعا قناة او يعني صحفي او منوف التاني يعني او ريسبي او جحيل او طلاس او جهاد او حزب او لاين او كذا ابي واكو تأييدا طبعا كاتيا بظالمي بجنوان اعوان الظلمة ابا همي هاري كارد وان ظالمانا او ان بينا تشابو بينا قوهو بينا ازمانو بينا دستو بينا بيو بينا قبالة ظالمة حتى عمري وان دريجبي حتى طبيعي يعني مهلوان مانوان طبعا دريج بي سبب جناكار كيا او يوكو عمري ظالمي دريج كات بيجيت اعوان هاري كارن بشتوان جنود حماية او يتوكو عمري وان طبعا دريج كان چمكي بتا بيجم اگر اوان طغاطة اوان مفسدة اوان ظالمة اوان خدين نياسة اوان حرام خورة اوان متكبرة اگر او جنود او حمایت او عسكر او دام دزگه او جماهیر منافق او خلق مؤید او اعوان اگر خول بدن پاش بهل نبتنه اوی ظالمی ده شبت مریشک لیه ده یعنی يتحول الى دجاجه ده شبت مریشک که مریشک چند دا ترس ترسو که مریشک چند یعنی یا یعنی حیوانه که بجید ترس ترسو که جبانه بجید او طاغی او ظالم او مستبد اگر اف عالم خوله دیر بخید او حمایت او ضباط او ملا او انسان او لایان او کده بجید شبت مریشک لیه ده بزدی ده کتایی پهه ده شبت کریشک لیه جرأتاوي وظلماوي وتكبراوي واستعلاوي وخمازن كرناوي همية ورد جريت بان دستو بيها بان اعوانا بجا اعوان كجماهيرة كإمامة كإعلامية كصحفية اف انسان تنينة وقت او جيشة او عسكرة او ضباط او حتى يخدمايك جرأتاوي وزيركياوي بويرياوي ميرينياوي همي هل ویره ورد گرید وی قوت وکو بیا هاری کار بو اگر وی قوت لیوکن و دیری وی قوت بخن عاد اجبن من الارنب او من الدجاجه هیچ جرأت نیه ظلامینی نیه موقف نیه ابدا تشتی وسط طبعا نابید اذن او انسان وکو مگوتتا کلمة اعوان او ای حوالیوان او ای مجلس وان تر انتخار او ای سیاقت وان کت او ای چید بیت خلامی وان او ای بو زادی چید کت او ای بو یعنی حمایت وان کت او ای بو فتوالی دت او ای بو دعایت کت او ای رکلامی بود کت حتی دیمایی که او همی اعوان توانا یعنی اعوان و هاری کارت ظالما طبیعی وکی یاوی انسانیه او ای ظلمیت کت و به فرق و جدایی فأمت اسلام مطلوب جه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نبنهاری کارت انسان خراب نبنهاری کارت انسان خودی ننیاز نبنهاری کارت حرام خورا گندلچیا مفسدا نبنهاری کار بو دهین شقائه یعنی خرابیه یعنی نخوشیه یعنی بلائه یعنی حیات پر عذاب دهیم بخو اینن طبعا بو چنکی اوه وکو اعوان هاریکار زوردار و ظالم دو عقوبه تین دو سزای تین دو دربه و ضربه تین دی بی کفت ایکی شوان اوه من اعان ظالما سلطه الله عليه هر انسانی مروبك جماهيرك عالمك اعلامياك مفتيك قاضيك هل لا يعني كي وكو
خدان کت قوت بخید هز بخید قلو کت مروبه که ظالم خدای تعالی وعده ای دایی گود که الا اسوی ظالمی طبعا ترا بردم و او ظالم طبعا کرامتا تنهلید و او ظالم طبیعی بهناتا کرد کت و او ظالم مافه تبخود و او ظالم تسجن کت و او گاور تبیشینید و او گاور حریت و آزادی بو تنهلید و او گاور او ظالم ولتب کت و تمنا مرنب کهید بو؟ چنکی روژه کش روژه تا ایهاری کری تا دستید بود قطان تا پاتهوی علموی بلند کری تا تصویروی دکان خوب نای مالا خوب نای اوان انسان تنه اوه وی کارید کرد یعنی بلا پشت راز بید من اعان ظالما سلطه الله علیه اوه قاعده که عام اوه قانون قرآنیه هذا قانون الهی قرآنی اصله القرآن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون سورة الأنعام يعني أبا غصة قرآن بحث كد بيجيد أو ظالم هندك بقوة إخستي بناف إخستي زنجين كري يعني هز داي عمري ودريش كري عهد أو بتوان مروفا وي جماهيري وي شخصي وان لايانا وان أطراف توكو قوة دايا بمروفها وعمره ودريش كري حتى أوي طبعا حربا خده كري وحربا يعني أكد بيجن قيمو أخلاقو فضائلو عفته كري إلا إيكش عقوباتت وي جماهيري آن وي إنساني آن وان أحزابت بچيك آن وان لايانا تاني أس وي ظالمي هنده قلو كري اس بخ مخماوی کو او الوان بزفرید وان همیا اذلال کتو برسی کتو رزیل کتو سجن کتو بکوشی تو ویب سری بینید که او هجیو مستحق ابا قانونک البی قانونه طبعا تاریخ عدسة التاریخ ویل لمن یقرأ التاریخ ولا یتعظ به تاریخ نا او كنت ربي بمن يعني سرهات او قصص بيني تاريخ اكبر معلمه بو انساني تاريخ مصدر ترين طبيعي جامعيه ومدرسيه او انسان التاريخ تخيني تو وتد جهيد او مروف فعلا دنيا دادي ناجح بيتو دي سر كبير تو بري خب دي عدسه التاريخ ابا ام بيجينكا وكذلك نولي الظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون امام حسين كره امام علي نبي پیغمبري هاتا كشتن دست عبيد الله ابن زياد والي كوفه اميرا ايكش امراء الدوله اموي طبيعي خلق ديد سري امام حسين دست ويدا ديت سريوي هل قلتي يعني سريوي ليه بكر بي عبيد الله بن زياد سريوي هوسا هل قلتو نشاخ الكيد دا بشتي دما كي سريوي قاتلي سريوي قاتلي كو عبيد الله بن زياد هاتا ديتن دستت يعني مختار الثقافي دا هر سريوي سريوي طبعا هاتا ليه بكرن كي ليه بكر سريوي المختار الثقافي سر عبيد الله بن زياد هاتا ديتن ناف دستت المختار الثقفي بشتينجي سر مختار الثقفي جهاتا ديتن ناف دستت مصعب بن الزبير بشتينجي طبعا سر مصعب بن الزبير جهاتا ديتن دستت عبد الملك بن مروان بشتينجي عبد الملك بن مروان وقت دامري طبعا حالته وي ولهات قلبي سمع صوت غسال قل مروفك جلكات شوت مروف هنجي هبين طبيعي مهنان ابو جلكت خلكي برنا سر يعني اوبي وجلكت خلكي تششتن عبد الملك كره مرواني اويجي قلبي بي صوتا فسال قلت ابا دنجي كي قلت هذا صوت غسال ابا دنجي ومروف يا ايوكو جلكات شوت غسال جلكات شوت بيجيت أزماني ويقر يا قلت يا ليتني كنت غسالا برا خب ده حكمي برا خب ده نهايته وإنسان حكمتك تو
او انسان طبعا طاغيت بيتو او انسان سردت شتو او انسان چ حساب ابو كسه نكتو نبو قوانين خده ونبو تاريخه ونبو بانتش تهميان اكد كذا ابي مرو بها عبد الملك بن مروان طبعا حالته مرنيدا يتمنى ان يكون لو كان غسالا يكسب قوت يومه يوما بيوم قوت يعني قوته يوما بيوم أبي قوت خزي أس أفغسالة بما حياته همي من بجلك ششنا خلكي ببربا جينا مجي أما روش بروج من قطان با نأس ببما أف خليفة أف أميرة أف سلطانة حتى دي ما يكي بري خبدي أف إنسان تاني چاوت رفن بو چی ولی هات افزار چونکی اوه حکمیت که نهایت اوی آن دی اغتیال بید اوه حکمیت که تو حکم فاسد یان اغتیاله یان عزله یان مرنکا مخزیه یعنی کس قرتال نابید اف انسانت حکمیت که یان دهت اغتیال کرن یان دهت سجن کرن یان دهت عزل کرن یعنی اوه انسانی چه مصیر و چه نهایت نیه هل بر بچندی اعوان الظلم دوری وان جلکی خطیره برندی قرآن گازید کتی قرآن یعنی وان انسان را یعنی کتی هوار بیشتی ولا تعاونو على الاثم والعدبان نبنه هاری کاری ظالمه بلا باب تبید بلا برای تبید بلا کره تبید بلا عشیرت تبید بلا کی بید نبه هاری کاری وان دی تو دنیای طبعا سرخود اینی حیات دی تک دی ولا بري خب دي وكي تاريخ بيجيد رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية خدي الرحمة أبي شيخي دبتو أبي نافداري دبتو أبي عالمي دبت بيجيد طبي هاتا سجن كرن سرا حقية بيستو ايك جارا بيستو ايك جارا هاتا سجن كرن برخي الظلامة بحكامة ظالم به أبيت وكو طبيعي الخدي يعني قتيان أو هاتا سجن كرن يعني بيستو إجارة وبالتالي هل شهيد بو سجنيبا مجا قوتي سجانوي هات سجان أبي بردرقه سجني مدير سجني مدير أو إنسان وكو طبعا حرسنو إدارة سجنيت كان مدير سجني من قد بيجني مدير سجني هات وقت هو ديتي أو عالم اینا اف آخفنه طبعا ها طبعا سجنا دمشقی برای خود آیه چنکی انسانی دائما فطرتاوی هنده گواه درست بید چه گود؟ گوتی یا امام اغفر لی یا امام از سجانم از مدیر سجنه ما مجد تو کری سجنه و تو یعنی من ببوره تو دعا بمبکه والله انا عبد المأمور ها وصا گوتا ابن التیمیه أبي مدير السجن، أبي السجان، أبي بدرجه السجن، أو حراسية السجن كذا. قلت أنا عبد طبعا مأمور. إن ابن تيمية قلت والله لولاك ما ظلموا. والله لولاك ما ظلموا. قلت والله أكلت نباي ويتوكيت نبان ويتأشكالت وكيت نبان. نببان هاری کار، نببان سجان، نببان اداری، نببان جهاز قضای، نببان جهاز عسکری، نببان جهاز یعنی امنی، نببان یعنی ویر شکل نبا لولا که والله ما ظلمو اگر هین نبان، اعوان الظلم نبان والله او نشان ظلمه بکن، والله او نشان امام بکن سجنه با والله او نشان به تعدایه بکن بله گنه وذنب وفهيتي وريرشي بس يا هنقونا أيها الأعوان أبيتكو هين هاريت كانوا وهين بشتاويت قرنوا وهين حمايتاويت كانوا وهين تبيعي دولتاوي بريفت بن لولاك لما ظلموا يعني لولا أنت وأمثالك أفمروا بها أفحاكمها نشيا ما سجنكتو نشيا ظلمي بكات بلي وقتي أوي حاكمي ديت اف عالم بی چاویوی و بی گوهوی و بی ازبانوی و بی دست و پیوی بله اول عمریوی دی دریج بید و دی یعنی ظلمه که تو حتی دیمایی که
ورحم الله سفيان الثوري أبجي إيكش علماء الجورية خدي رحمة بيت بد بيجيت أوجي وقتي هاتي الدف مروفك هات طبيعي هشياريك بوشيبو قلتي يا إمام أنا خياط أخيط ثوب السلطان أس طبعا درينيت كم يعني درينجهم شد بيجني خياطم أس مش أس طبعا أس نا ندقل ظالما ما وندقل أبي حكمي ما وندقل بس بأس خياطي باجيري ما بواربك ومن خبري هي جلكيت سلطاني طبعا تين ندف من جلكيت وي أس بوكرت كم والدريم من جيقولي أو تهديد أو قفا خدي تعالى الظالم يتكد إنه لا يفلح الظالمون مرو في ظالم چجا سرنا كفيتا كوقتا كتديد جي طبيعي خباضت عرضي دا شو يصعر خده للناس تشتكي مؤقتة تشتكي وقتية خدي تعالى بشتينجي دربار أيوان ظالمات بي سنستدريجهم من حيث لا يشعرون إن كيدي متين وأملي لهم يعني هذا قانون خدي تعالى استدراج قانون نوي بجاو خياط رسيا قوتي يا إمام من قلي أو قف أويت شبتي بريسيا الصواعق السر ظالمة خدي تعالى هند قفالت كتو هند ترسينيتو هند أس إيكشوانم أس جلكيت ويدرم ناكو خياطك خاصم جي أس خياطي عامم بس وقت جلكيت سلطاني تين ندف من أس بو جلكيت ويجي دريم با تشد بيجي يعني أجي دي بمهاري كاري ظالمة إنوي قوتي قوري نصوص الديني تو ظالم خوي تو ظالم خوي أعوان الظالمة أو بكر كدنتا دازي أو درزي كدنتا أو فروشنتا أو أعوان أو جيد قلتا ودقلوي حاكمي أو جي همو دهنا كوم كرن ودي كانت تابيتا كآجري دا ودي هابنا جهنمي يعني أو درزي كد فروشيتا و أو يعني بند كد فروشيتا أو بكر كي أو يعني دازي هادوي دامي أو أعوان أما تو كخياط تو طبعا رتبة عقيدة في الظلم يعني تو إنسانة كي لواي ترتبة كامازني هي الظلمة دا فليرا تو يعني غصة تبقيها إمام أحمد رحمه الله أبو بكر مزروري أو جيكش علمانا بيجيد هات أو ديسا مدير سجن إمام أحمد أو سجن كري مدير السجن حارس السجن سجان بجن يعني مدير السجن او جهاد قوتي امام احمد هري حديثك هي وتي روايات كر يا امام او حديثه يعني ويا تقولك حديث صحيحه سنده ويا صحيحه بيغمبري قوتك قوتي او كيش حديثه قوتي اف حديثه يا بيغمبر امرت كت عليه الصلاه والسلام سيكون بعدي أمراء بشتي من دي هنا وجود مظن والي أمراء مظن حكام ملوك رؤساء زعماء بيغمبر وصا أمرت كد بيشتن دي هين بشتي من أف مروفة تاني أو أشرار أو خراب أو خدين ناس أو ظالم أو مروفة يتوكو علو أرضي داد فيت طبعا أو يتوكو جهشتنا في حكمي بطريقة انقلابي أو بطريقة عمالتي يعني بريكك يا حرام يا بتسلطي ريكا خين ريتني خو جهان دي طبعا في حكمها وحكمي وانجي طبعا همو الشر وهمو فسادة قلت بل ايه بيغمبريكو سيكونوا يعني من بعد أمراء يعني فاسقون أو أشرار ايه من دخل عليهم او انسان بچیت هاری کاریه دیل وان بکت و بچیت مجلس وان و نزیکی وان ببیت و حرسیه لبگیریت و نانه وان بخوت و بیت دوسته وان و حوالین وان بکت و بیت طباخ وان و بیت مثلا مفتی وان و بیت رکلامچی و اعلامی وان و بیت حتی دیمایی که او انسان بچیت دیل وان و صدقهم بکذبهم طبعا او درويت او كان اوان قوتي امين ولا الضالين امين وقتي وي اميري قوت ولا الضالين اوي مرو في قوتي امين يعني خلاص يعني عبدك ادقلوي درواوي
نوياوي بهتاناوي تصديق بكت وصدقهم بكذبهم زانت همي تشتيوي دروا كاريوي دروا خطاباوي دروا سياساتاوي دروا آخفناوي دروا بلينو وعوديتوي دروا ودقال بيشانده فصدقه وبشتنجي أعانه وهاري كر هاري كر چه هر أمركي هر مهمك بدأت في مروفي دي بوكت يعني دي بو خود بيخيني دي بو علميوي هل جريد دي بو يعني تزويري كد دي بو خول خلقي داد دي يعني وان كار هم يا ديك طبعا پیغمبر احمد بيشت اف انساني ها فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ابا هیچ پیوندی نه پیغمبری نه اسلام نه خدای نه دینی و نه معقد و قد نه اشویما نه اوشمیا نه امین یاسین نه اومن یاسین و روز قیامت جی امرو بها نهت شوان انسان بیتی خود تعالی یعنی رحمه پید بتو و بهت سر حوضا کوثره و آبه و خود پشتینگی تهنین آبید ومن لم يدخل عليهم او انسان نشيت دفوان ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامه اما او انسان وكو غازيا خدي نداء خدي نداء فطرته دفوي كاربيكر نزيك نبي مجلساوي نبي هباليوي نبي حرسوي نبي دوستوي نبي متحدثوي نبي إماموي نبي إعلامچيوي نبي حمايتاوي نبي شرطيوي نبي عارفوي نبي خازنوي أبد قد بو قد شكي خد تعالى يقول كما ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هاري كاريا نكن سر خرابية ودجمن كاريا وظلمة خولي دير يخست پیغمبر بجيت أوش منه اجي شويما و او دهت رجا قيامته او ده آبا حوضه بخود ابا كيه به سؤالت كد ابا سجان امام احمده ابا وكو بسيالت كد بيشتن حديثة كوصاي هي تو چد بيجيا امام اينا گوته بله حديثة پیغمبريه و حديثة صحيحة اينا گوته پا از سجانم رأياته چه در باره مده اسم دير سجنه ما چه وصف من هيا ده چه وصف ده من اس ده بما اعوان ظالمه گوته نه نه ما تو بخو ظالمی اعلا رتبا ظلمه ایل سر ملته تو بخو ظالمی مادم تو سجانی مادم تو درگوانی مادم تو یعنی کد بیشین اداره سجنیت که تو امام احمد گوته تو بخو ظالمی اعلا رتبا ظلمه ایل سر ملته گوته اعوان اعوان الظلم كيشكا او حلاقة يتو تشيه دف سريتا بوتا تراشيت يا مدير سجنه يا يعني حرس سجنه يا اداريوي يا قضاء وي حاكميوي يا ملاهوي يا بيديني بيشتي اوا امام احمد قوتي او حلاقة وكو بوتا سريتا تراشيت وتزاني تو مدير سجنه وتو يعني سجاني ها اوش اعوان الظالميه ان اوي جل كتاب وتتشوت او اعوان الظالميه يان اوي نانا كتاب عن دتت او اعوان الظالمين اما تبخو مساله مساله كاديه ويا او حتى دي مايك بجليره كان بري خب ديني قران جي يعني بحسبانت كات يعني خدي تعالى بحث مصير أعوان ظالمات كت أو جماهير أو خلق أو خلق بيشت أم شعبيات أو فلان كسين أو مروف همي بالأبزان رجا قيامتي وقت كنت كان بيجني أين الظلمة كظالم دي كون بن طبيعي وقت أو نشن خواسي كان أم بيجني أم ناين بردم محكمة ما ورقي هي فلان كس بشتامية رسالك ما ينا دفلان مسؤولية من أين المحكمة وير جنية وصحبات وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم بكون بكن وان وعوان اتوان أو ظالم همي طبعا دي كون بن ودهين الويلة وقت خدي تعالى تبينت أوان ظالم التاني أبد سر جمياي أبد بي خلقو بي رنك أبد بي آخفتن أبد بي بلاغات أبد ذليل رب العالمين دي بيشتي أبهين ظلمنا بلي أم ظالم بين دنياي
حكمي بمالي هم يا ما ظلمت كير ما حقي عالمين هداي متكبر بين سردا شوي بين محل عالم سجن كير ما حرية عالمين هيل وكذا خدي تعالى نداء كودي دي بيجيت أين أعوانهم كاوت هاريت كيرن أو بوشنا قلت كابينن نفس مصيرية نفس نهايتية دين هم يا دي كانت تابوتك آصني دا ودي قفل كان ظالم وأعوان توان و ده هنه ها بتن بونی و کا جهنمه چیکه قرآن جید بیجید دنیا جی اف انسان ظالم نهایت اوان وقتی تید اعوان اتوان و جنود اتوان و قضات اتوان و ملا اتوان و اعلام چی اتوان و جماهیر اتوان همی نفس مصیری ده بینید وقتی خود تعالی بحث فرعون اتکد بیجید ف نبذناه و جنوده فی الیم مثلا بیجید واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون نفس مصير فرعون جند ويجي دهتا غرقان دن ودي كوتاي بيت كذا چونكي وار رسالك خراب اداكر الارض دا خدي تعالى بيش ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونه من اولياء ثم لا تنصرون نما الى قلبي نما الى بدني نما الى لساني خلوان انسانا دير بخن خلوان انسانا برفن برفن نزيك نبن اگر عالم خلوان ظالما در خست او دير خست دستو بيتوان و ازمان و چاو و گوهتوان همي دي تعطيل بن وقت انسانا كي دست هتو شكستن و بيتو شكستن و چاو هتو كورا بن و ازمان و لغل بي گوهتوی تعطيل بن دي كبه دي خلاص بيد بجيت خلقي و جماهير و عالمه ها وسا مروف ظالم نبن اعوانتوان نبن دست و چاو و پی و ازمان و حتا دی مایی که خولب دن پاش وی وقتی ده اوج تعطیل بن و ده او بلاو او مصیبت او عذاب زی سر عالمه طبعا ده چی تو ده خلاص بید فالبر به چند ام مفیان به صحبه ده بکر چی یلک انسان حسیب که تشتکی یلک هیینه و یلک یعنی سهله بيجد لا تعرف الأمير الظالم طبعا ولا تعرف من يعرفه يعني معناه بعض الظالم إنسان الظالم أميري ووزيري ورئيسي كذا ننياسا خونيزك نكا حتى أويت ويجي نياسن سلام نكا وانجي خديري وان بيخا دا نجات بي دا خلاص بي دا قرطال بي ها أبا مصيبة ما بيقى بي وان بصرمان هبايا اب بصرمان به رساله ادانا کن عون للظالم و خصم بمظلومی اب خوش لازم عکس او بی تمامه بر به چنده رب العالمین ام اف اف اسرا بشری ان اف عالم اسلامی بی اسره اخست که بی عذابه بی مصیبته چنکی اوان ظالمه اوان حکامه اعوانی تین و هاریت کن و حسا عمری وان دریج بید و جا اف خلکی هنی بلا بجوانه نبید دی روجا حریت بو حلید یان دی دنیا بو بدل بید یان خود تعالی دی حالان هیتا گورین ابدا حتی او خونه گورن و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.